أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص لمركز الأخبار أن زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لمملكة البحرين هي الزيارة التاريخية الأولى من نوعها وخطوة كبيرة للترويج للتعايش الإنساني بين مكونات العالم أجمع. وأشار صالح إلى دور مملكة البحرين وجلالة الملك المعظم في العالم الريادي من حيث المحبة والحرية واحترام الآخر. نرحب بزيارة بابا الفاتيكان واللي هي أول زيارة إلى مملكة البحرين والتي تأتي بدعوة من صاحب الجلالة الملك المعظم، ونتمنى أن يكون أيضا هذه خطوة تتبعها إن شاء الله خطوات كثيرة لعملية الترويج إلى عملية التسامح والإنساني ما بين، ليس فقط ما بين مكونات الشعب البحريني إنما أيضا ما بين مكونات البشرية في كل العالم، لأن صاحب الجلالة الملك المعظم يعني أيضا أن تكون هذه الصفات وهذه القيم منتشرة على مستوى العالم لكي يعم السلام والاستقرار والأمن، وأن تعيش هذه الشعوب في رخاء وأن تتقدم بتعاونها جميعا. ولذلك يعني احنا نعتقد بأن ايضا مبادرة جلالة الملك في تجريم الكراهية وفي الانتقاص من العبادات والأديان التي هي عندنا الحمد لله في البحرين مكفولة إلى جميع الطوائف وجميع الأديان، وكما تعلمون عندنا المعابد الدينية الأخرى مثل الهندوسية وأيضا الكنائس مثل المسيحية وحتى المعابد اليهودية كانت موجودة من مئات السنين في البحرين ولم يعني تتعرض إلى أي إساءة أو اعتداء من أي إنسان كان، بالعكس لكم دينكم ولي دين.